بسم الله الرحمن الرحيم، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تكون صاحب وفاء وصاحب وداد، فالله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، وقال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الوفاء، كان صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجه، مع أصدقائه، مع أحبابه، بل كان وفيا مع زوجه في برزخها، لما دخلت عليه امرأة سوداء قام لها وبسط لها رداءه وأجلسها وهش وبش لها، فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله من هذه؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة. يا عائشة، إن حسن العهد من الإيمان، فما أحوجنا إلى ثقافة الوفاء وحسن العهد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.